استلمنا اليوم اول دفعه من اللقاح ضد كوفيد 19، والعمليه جرت اليوم بمستشفى احمد بن بلال بمدينه خنشله. كما تعرفون وتعلمون ان الاشخاص المعنيون في المرحله الاولى وهم عوان الاسلاك الطبيه، اطباء وشبه طبيين. خصصنا 33 نقطه تحت تلقيح عبر الولايه، منها 12 متنقله خاصه بالمناطق الريفيه والمناطق الظل، وان شاء الله العمليه تسير في ظروف جد وحسنه. كل اللوجستيكيه وفرناها للتكفل بها العمليه. كنت اول مواطن في مدينه خنشله اللي يدير هذا التلقيح، واول طبيب في مستشفى احمد بن بلال يدير التلقيح تاع أسترازينيكا اللي هو التلقيح البريطاني. عندي تقريبا اكثر من نصف ساعه من دار التلقيح، ما عندي حتى اعراض، وما زلت راني الاطباء راهم يتبعوا فيها.